حضرتك مستعد لفصل الشتاء؟ الصيون والامطار؟ لا لا ده, ده ده شيء طبيعي. هم عملوا اجراءاتهم وبينفذوا اجراءاتهم وجميعا مستعدين لا قدر الله حصل اي شيء فهم مستعدين ليه. وده مش من دلوقتي بس, من شهرين فاتوا. ايه الجديد اللي ممكن تقوله لنا عن عاصمه اسوان, عاصمه استقبال شباب الفريق؟ الجديد اللي انا اعمله ان في مشاريع هيبدا تنفيذها. تمام, على سبيل المثال في يعني مثلا اسوان, في اسوان الجديده اللي هي موجوده الغرب, ودي يعني مدينه جميله, فيمكن يكاد يكون ثلاث ارباع الحاجات موجوده في اراضي. في ناس بعد جهات سياديه جات لي عايزه تاخد اراضي تبني فيها, ففعلا على سبيل المثال كنت مسلح هتعمل فنادق ليها هناك, فانا طبعا خصصت لها ارض عشان خاطر تعمل, وده فرصه ليا. في وزاره السياحه عشان خاطر الاماكن بتاعت الايه بتاعت المعابد والاماكن بتاعت وزاره الاثار ازاي نجملها بحيث لان بتضغط عليها كبير. اسكت مين عرضوا على حضرتك؟ جولي, وفي بلاد جات لي, في بلاد جات لي تمام, وعاوزه تعمل استثمار. زي على سبيل المثال عايزين يستغلوا بحيره ناصر يعملوا فيها مزارع سمكيه, وعايزين يعملوا مزارع للتماسيح, وبيعرضوا عليا الحاجتين. وفين كان ساعتها برضو اللي هو حمدي بدين كان اقترح برضو ان هو هيجي وعايز لو الشركات دول ممكن يضموا عليه ويعملوا شيء, فيبقى شيء جميل. وعاملها مزار الناس تشوف الحاجات, تشوف مزرعه التماسيح دي. بس طبعا ما اعرفش هنلحق ان احنا ننفذ كده ولا لا.